لك أناقش. إيران الآن هل تريد أن تعاقب أربيل أو الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديدا لأنه في مرحلة من المراحل كان مع السيد الصدر ضد توجهاتها؟ نعم. الآن هذا السين نعم صحيح بالتأكيد. هذا اللي تقوله هو عين الصواب. يعني تعتبر الحركة اللي قام بها السيد الصدر يتمرد على إيران هذا شيء آخر. عندهم الإيرانيين يقول لك احنا عندنا أدوات اللعبة، لكن أن يتمرد البارزاني هكذا ما حفظ الألقاب على الخط السياسة الإيرانية العامة اللون الواحد. إيران تريد لون واحد في العراق، أنه الكل تحت مظلة الرهبر هكذا واقعا حقيقة. يعني نظام السلطنة والملوك والسلاطين في غطاء الدين والمذهب، ولذلك اللي تقوله صحيح اعتبره ذهاب السيد البرزاني إلى التحالف مع السيد الصدر ومحاولة إقصاء حلفائهم من الإطار الآن المتشكلين اعتبروه تمرد، وتمرد خطير إذا ما تواجه إيران راح ينهي وضعها في العراق. هذا لا يعني أنه الأغلبية اللي داعى بها السيد الصدر مع الحلبوسي والسيد البرزاني هي كانت قد تعطي يعني نتائج إيجابية، بغض النظر عن طبيعة هذا التشكيل، ولكن هذا التوجه كان يعني ما مقبول وغير مرضي عنا من قبل الإيرانيين. لذلك مع الزمن أكو تشيك ليست، أكو يعني قائمة حساب الآن يفتحوها على الإقليم. هذا لا يعني أنه الإقليم لا يتصرف بشكل خاطئ أحيانا، وهذا لا يعني أنه كل سياساته هي سياسات يجب أن تقدس وكذا، لا، أكو أخطاء، ومنها الحقيقة هو التحالف المتكرر والتخاذل يعني والخذلان اللي يصاب به الإقليم. كم مرة صار من أخذ آخرها من 2010 تذكر جنابك موضوع اتفاق أربيل اللي ماكو جهة دولية ما حضرته، السفارة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل القوى السياسية وقعوه في بغداد. بعد شهرين بس استلم المالك الولاية الثانية بدأ الإقليم يشكو وانقلبوا عليه. واليوم بالمناسبة هذا اللي يحصل خصوصا في موضوع صادرات النفط هو نتاج اتفاق أربيل. إذا تراجع زين أستاذ أحمد، نعم، حتى نغطي نعم. هذا المحور حقه، طالما الصورة نعم. واضحة للجميع أنه هذا هو السيناريو القادم، كيف لأربيل أن تكون مرنة أو حذقة إلى الحد لتفويت هذه الفرصة على من يريد الإيقاع بالأخوة العربية الكردية واستخدام هذا المسلسل؟ من أين يجب أن يبدأ أكراد أربيل؟ نعم، أول نقطة الحقيقة وهي من خلالك أنت، عليهم أن لا يسمحوا للإعلام يعني هذا اللي يحاول أن يحقن الأحقاد للأسف وإثارة النعرات، وهناك جهات إعلامية معظمها للأسف تأتي بشخصية هنا وشخصية هنا، شخصية عربية وشخصية كردية، هم أخوان عراقيين، وهذا التنابز قد يمر على بساطة الناس. هذا يجب أن يتم توقفه. الخطاب السياسي اللي يعني يجب فيه يبقى في إطار الخطاب السياسي المهني، لا يعني يمثل ضعف. ثلاثة، هذا التهديد المتكرر اللي تطلق أربيل وبالتالي لا تنفذ أنه سوف ننسحب من العملية السياسية وسوف أما أن ينسحبوا فعلا أو لا يطلقوا هذا التهديد، يبقوا يشتغلوا سياسة مع الجماعة، نقول لهم حل إذا المحكمة الاتحادية ما تنصفهم يروحوا للبرلمان يسووا تشكيل إلى آخره، يعني يشتغلوا أدوات سياسية. أما هذا التكرير العفو هذا التهديد المتكرر دون تنفيذ يضعف أربيل، وبالتالي فعلا الآن بغداد أو الصقور الجدد ما عادوا يهتموا، ولذلك طرحوا مسألة أنه إحنا راح نمرر الموازنة بالأغلبية، وهذا طبعا شيء خطير. إذا نفذوا الصقور الجدد هذه الرغبة على أربيل أن تتخذ موقفا واضحا.